إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض السكر وخطورته. عند إصابة الطفل بهذا الداء يستوجب إدخاله المستشفى وتنويمه لمدة تراوح ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع لمباشرة العلاج، خصوصا إذا كان الطفل مصابا بالجفاف والحموضة الشديدة. فلابد عندها من السؤال أين يوجد الأنسولين وأهمية الأنسولين في إعطاء الطفل، ويجب عندها إعطاء الطفل السوائل والأنسولين من خلال الوريد إلى أن يتم التحسن. هنا لابد من التعرف على الأنسولين الذي هو عبارة عن هرمون يفرز من البنكرياس، وهو المفتاح الذي يساعد في إدخال الجلوكوز إلى جميع الخلايا الجسم، كما أنه يؤخذ بالحقن تحت الجلد أي بالدم. ومهم جدا التعرف على هذه الأشياء. من الواجب على الأب والأم فهم هذه الأمور ومعرفة حال ابنهم وطفلهم وخطورة المرض على الطفل، وأيضا الوقاية من المضاعفات، وترك الطفل بدون أي اهتمام يسبب مضاعفات كبيرة للجسم مما يؤدي إلى الوفاة وفقدان الطفل والحسرة على الطفل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.